نتابع الامتحان رقم 2 من مادة TU 170. بيقول لي ال information about how often you visit a website can be stored in not. يعني المعلومات اللي بتخص الموقع اللي انت زرته بتتخزن فيه data file ولا ال history file ولا ال cache ولا ال cookie. ال cookie هي عبارة عن ملف نصي بيحتوي على إعدادات وتفضيلات المواقع. الكاش ميموري هي عبارة عن ميموري أو مكان على الهارد ديسك بيتم فيه تخزين المواقع اللي حضرتك زرتها من صور ومحتوى. الهيستوري فايل هو عبارة عن فايل بيحتوي على الروابط واللينكات الخاصة بالمواقع اللي تم زيارتها في خلال فترة زمنية معينة. الداتا فايل ملهاش تعريف. يبقى إذن هنا بيقول لي معلومات بتخص عن المواقع اللي انت زرتها هتكون متخزنة في الكوكي فايل. With the system input and output device are located outside the system unit. في الأنظمة دي فإن وحدات الإدخال والإخراج بتكون برا السيستم. طبعا في اللابتوب والسمارت فون والبيرسونال ديجيتال اسيستنت كلها عبارة عن هاند هيلد أو أجهزة زي محمولة، فالمفروض أن وحدات الإدخال والإخراج اللي هي الكيبورد والماوس والبرينت والسكرين مثلا كلها بتكون في نفس الجهاز. إذن إجابتنا أنه الانبوت والاوتبوت ديفايس بتكون برا السيستم، ده في حالة الديسكتوب سيستم فقط. أي مما يلي ما هوش موبايل اوبريتنج سيستم، طبعا اللي هو سيميان، ما فيش حاجة اسمها سيميان لكن في حاجة اسمها سيمبيان. طبعا البلاك بيري والايفون والاندرويد دي موبايل اوبريتنج سيستم. بعد كده بيقول لي the greatest capacity for data transmission happens in، اكبر سعه او قدره لارسال البيانات بتحصل في اي نوع من الباند. انا كان عندي اربع انواع من الباند اللي هي الفويس باند والبرود باند والبيس باند. الفويس باند كان بيديني اقل بتريت وده كان سلو جدا وكان بيستخدم مع خطوط التليفون. البرود باند بنستخدمه مع DSL ومع الواي ماكس والواي فاي. طبعا مفيش حاجة اسمها ميجا باند، يبقى إذن إجابتنا حتكون هي البرود باند. After a period of time، بعد فترة من الزمن، الهارد ديسك اللي موجود عندي بيحصل له أنه بيكون fragmented. fragmented يعني مجزأ. يعني حضرتك مثلا الويندوز اما يجي يخزن ملف على الكمبيوتر فبيروح يدور على اي مكان فاضي ويجي رمي فيه الملف. طبعا المفروض انه الاجزاء المكونه للملف تكون مثلا 10 اجزاء، فبيكون في اجزاء في بدايه الهارد ديسك وفي اجزاء في منتصف الهارد ديسك واجزاء في النهايه. يبقى اللي احنا عايزين نقوله بعد فتره معينه من الزمن فان الاجزاء المكونه لاي ملف بتكون مبعثره، وبالتالي بيزيد الوقت اللازم لقراية الملفات دي. هتلاقي حضرتك كمان الهارد ديسك اللي موجود عندك بيديني على طول الإشارة الخاصة بعملية القراية اللي بتكون موجودة في الهارد ديسك. عشان نتخلص من الموضوع ده بنعمل حاجة اسمها defragmentation أو إلغاء تجزئة القرص الصلبة. Which of the following is not a malware؟ malware مقصود بيها اللي هي البرامج الخبيثة زي الفيروسات والتروجن والورم. التروجن هورس بيسموه حصان طروادة، هو عبارة عن برنامج أو ملف بيكون بريء المظهر، يفترض أنه بيأدي خدمة لكن في معظم الأحوال بيحاول يسرق البيانات بتاعتي. الفيروس هو عبارة عن ملف بيحصل له attaching، بيربط نفسه مع ملفات تانية وبيدمر الملفات. الورم هي نوع من أنواع الفيروسات مثلا لكن ما بيحصلش ارتباط ما بينها وبين ملفات. الورم بتكرر نفسها لغاية ما تملى الميموري اللي موجودة عندي وبالتالي يبطئ الكمبيوتر. يبقى إذن أنواع الملوير اللي هي التروجن والفيروس والورم، لكن السباي دكتور ده ممكن يكون برنامج للحماية من الفيروسات أو أي نوع من البرامج الخبيثة. البايت هو عبارة عن مجموعة من الثمانية بت. طبعا أنا عندي البت يا أما بتكون 0 يا أما 1. البايت هي عبارة عن 8 بت. كان في مصطلح اسمه وورد اللي هو عبارة عن مجموعة من البتس اللي بيقوم البروسيسور بالتعامل معها في المرة الواحدة.
يعني لو انا عندي بروسيسور 32 بت يبقى هو بيتعامل مع 32 بت في المره الواحده يعني 4 بايت، لو هو 64 بت يبقى بيتعامل مع 8 بايت في المره الواحده. نقط is the central node for all the other nodes connected to the network. ايه هو الجهاز المركزي اللي بيكون في منتصف الشبكه اللي هي غالبا من نوع ستار؟ طبعا حضراتكم عارفين اللي بيكون فيه هب او سويتش. الكلاينت والسيرفر مش مجالنا. الجيتوي ده بيستخدم للتوصيل ما بين شبكات لان من بروتوكولات مختلفه. Which of the following is not a binary code? الباينري كود او الاكواد عموما اللي هي الاسكي والاكستندد باينري كود فور انفورميشن انترتشينج تقريبا واليونيكود. يبقى اذا الاكواد او اللي هي الباينري كود اللي هي الاسكي والاكس اي بي سي دي اي سي واليونيكود. لكن السيسك وحاجه تانية اسمها الريسك هي كانت زي ماشين لانجويج، نوع من لغه الاله اللي تستخدم مع معالجات معينه. يبقى اذا اي مما يلي ليس باينري كود هو السيسك. هنا بيقول لي which of these is not an example of solid state storage. السوليد ستيت ستورج هي نوع من الستورج اللي لا تحتوي على اي اجزاء متحركه وبتستخدم السيمي كوندكتور في عمليه تخزين البيانات اللي هي اشهرها الفلاش ميموري او الميموري كارد واليو اس بي درايف عموما. طبعا الامثله دي اللي هي الاس اس دي والفلاش ميموري كارد واليو اس بي درايف هي امثله على السوليد ستيت ستورج، لكن الـ DVD مثال على الـ Optical Storage. A computer can become infected with virus in the following ways. ما عدا ممكن يجي لجهاز الكمبيوتر اللي موجود عندي فيروس بالطرق اللي جاية دي ما عدا أني واحدة. طبعا طرق إصابة الكمبيوتر بفيروسات يا إما إن حضرتك بتعمل داونلود للملف من الإنترنت أو إن أنت بتعمل تحميل الملف من الاتاتشمنت. يبقى هنا by opening attachment to an email message أو downloading the software من الإنترنت أو downloading the file from the web. دي طرق الإصابة. لكن الأخيرة بيقول لي by creating a new folder، بإنشاء مجلد على الكمبيوتر. طيب أنا بعمل مجلد ما بيجيليش فيروس. Basic application البرامج الأساسية اللي موجودة على الكمبيوتر بتشمل الحاجات اللي جاية دي ما عدا طبعا اللي هي الوورد والسبريد شيت اللي هو الاكسل والداتا بيز مانجمنت سيستم زي الاكسس طبعا، ولا تشمل الويب اوثرنج اللي هو زي الفرونت بيج او دريم ويفر. Which among the following is a fraudulent or defective act designed to trick individual into spending more time. اي مما يلي هو اسلوب خداعي او احتيالي الهدف منه انه اليوزر يضيع الوقت الخاص بيه او يضيع الاموال بتاعته. طبعا ده بيسموه انترنت سكام. احنا كان عندنا حاجه اسمها سكام وسبام. السبام هو بريد التطفلي او البريد الدعائي، انما السكام فكرته انه بيجيلك ايميلات مثلا من شركه طبعا ده مزيف مثلا زي مايكروسوفت ويقول لك انه انت فزت بجائزه كذا، حاول تدخل على الرابط الموضح قدامك، تدخل سيادتك على الرابط يقول لك دخل اليوزر نيم والباسورد اصل حصل فيه مشكله في الاكونت بتاعك فيسرق بياناتك. In microcomputer system CPU بتكون موجوده على شريحه بيسموها مايكرو بروسيسور. رقم 15 عشان نفهمها، كان فيه نوع من الكمبيوتنج تكنيكس المستخدم زمان كانت فكرته انه بيكون فيه عندي حاجه اسمها مين فريم ودمب تيرمينال. المين فريم بيكون جهاز كمبيوتر قوي جدا، اما الدمب تيرمينال فهي عباره عن شاشه كمبيوتر زائد كيبورد، ما بيكونش فيها اي نوع من انواع البروسيسنج. مقصود بيها ان كل الشغل بيتم على المين فريم. يبقى هنا بيقول لي لو الماجوريتي معظم عمليات البروسيسنج بيكون موجوده في جهاز مركزي والنودز او الاجهزه اللي متوصله ليه هاف ليتل or no processing capability، يعني ما بيكونش فيها بروسيسور او حتى لو فيها بروسيسور بيكون صغير وقدراته محدوده، ده بيسموه terminal network.
This is a character effect طبعا اللي هو الكالر. Storage that retains يعني بتحافظ على الداتا بعد ما الباور يحصل لها turn off بعد ما الباور تنطفي ده بيسموه non-volatile storage. طبعا volatile يعني متطاير، non-volatile يعني غير متطاير. الفولاتايل زي الرام، النون فولاتايل زي الروم والهارد ديسك والسي دي روم والدي في دي، دي بتحتفظ بالبيانات فيها حتى لو الكهرباء قطعت عن الجهاز. وان واي طريقه من الطرق اللي احنا بنستخدمها عشان نحسن الاستورج كاباسيتي الخاصه بالهارد ديسك ان احنا نضغط الملفات. احنا كان عندنا ثلاث طرق، الاولى ديسك كاشينج اللي بيكون فيه كاش ميموري ما بين الهارد ديسك وبين المايكرو بروسيسور، وهنا بنحاول نضع فيها البيانات والأوامر اللي بيتكرر استخدامها. الحاجة التانية إن إحنا كنا بنستخدم أسلوب اسمه RAID Redundant Array of Inexpensive Disk، إنه بكتب البيانات اللي موجودة عندي على أكتر من هارد في نفس الوقت بحيث لو حصل دروب الهارد ديسك نقدر نعمل ريستور للنسخة الاحتياطية بتاعته. الأسلوب الثالث إن إحنا نضغط الملفات بتاعتي باستخدام برامج الضغط علشان تاخد حجم أقل. التابلت بي سي والبي دي ايه اللي هي البيرسونال ديجيتال اسيستنت طبعا بتستخدم الستايلوس اللي هو القلم عشان نكتب بيانات على الشاشه مثلا. في ديفايس جهاز بنستخدمه عشان يحمي من الارتفاعات المفاجئه في التيار الكهربي ده بيسموه سيرج بروتكتور. في السبريد شيت يعني الجداول الالكترونيه، الخليه هي نقطه تقاطع، الرو مع الكولوم صف مع عمود، نقطة التقاطع بتاعتهم بتديني سيل. That enabled graphic animation with sound and video to be added to internet. ايه هي الحاجة اللي بواسطتها تم اضافة الصور والانيميشن والفيديو للانترنت؟ طبعا هي الويب. الويب براوزر هو عبارة عن برنامج متصفح، ال URL اللي هو عنوان الموقع مثلا، shareware هي عبارة عن برامج ممكن حضرتك تستخدمها لفترة زمنية معينة. The most common way أشهر طريقة للوصول إلى الإنترنت طبعا عن طريق الإنترنت سيرفيس بروفايدر اللي هو زي شركة STC أو موبايلي أو غيره. Flash memory card هي عبارة عن نوع من الـ secondary storage. طيب أوكي، لكن هل هي optical؟ الـ optical هي CD-ROM والـ DVD. هل هي hard drive؟ لا. هل هي high definition disk؟ مفيش حاجة اسمها high definition disk. لكن الفلاش ميموري هي نوع من انواع السوليد ستيت ستورج، ومثال تاني اللي هو اليو اس بي. ده نوع من النتورك doesn't use a specific physically او ما بيكونش ليه شكل مميز او شكل محدد، ده اللي هو المش. This type of keyboard ده نوع من الكيبورد بيستخدم التاتش سكرين كانبوت ديفايس اللي هو الفيرتشوال كيبورد اللي بيكون في اجهزه السامسونج مثلا او الايفون. نوع من السكانر او نوع من الكاركتر ريكوجنيشن سيستم، انظمه التعرف على الحروف اللي بيتم استخدامها مع الاختبارات اللي بيكون فيها مالتيبل تشويس الاختيار من متعدد. طبعا دي كان اسمها اوبتيكال مارك ريكوجنيشن. الاو سي ار اللي هي اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن هي انظمه للتعرف على الحروف المطبوعه باسلوب معين. المكر هو عباره عن نظام للتعرف على الحروف اللي بتكون موجودة في أسفل الشيكات. احنا هنا بنتكلم على المالتيبل تشويس تيست، يبقى على طول OMR Optical Mark Recognition. اتنين لرقم 28 بيقول لي which technology، أي من التكنولوجيز اللي بتسمح لليوزر ان هم ينقلوا الكمبيوتينج اكتيفيتيز الخاصة بيهم من أجهزة الكمبيوتر للإنترنت. طبعا ده اسمه الكلاود كومبيوتينج او الاونلاين فايل ستورج مثلا. Which of the following is not a utility، اي مما يلي ما هوش برنامج بنستخدمه في عمليه الباك اب وزياده البرفورمانس الخاصه بالهارد ديسك. طبعا هو انترنت اكسبلورر لانه هو براوزر. الديسك ديفراجمنتور احنا بنستخدمه عشان نلغي تجزئه الملفات وبالتالي بنزود البرفورمانس الخاصه بالكمبيوتر. ديسك كلين اب بيلغي الملفات اللي ملهاش لازمه زي الملفات المؤقته وغير ذلك. الباك اب بياخد نسخه احتياطيه من الملفات بتاعتي. The individual dots النقط اللي بتكون الصوره او الشاشه بيسموها بيكسل.